تواصل مجموعة من أعوان الصحة ومسعفات العلاج العاملات ضمن الآلية 16 والحظائر الظرفية بمستشفيات جبنيانة وعقارب اعتصامهن المفتوح الذي انطلق منذ يوم الأربعاء 5 جوان داخل مقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس للمطالبة بتسوية وضعيتهن المهنية والتمتع بالحقوق الاجتماعية على غرار أعوان الصحة ببقية مستشفيات الولاية. احنا اللي زيت سوانيه نتاع جبنيانة نخدموا على الاليه 16 وعلى الحظيره ناخذوا في فام شكون ياخذ في 110 وفام شكون ياخذ في 230 بالنسبه فام شكون خدم قبل الثوره وبعد الثوره ونخدموا في ليميسيون نهزوا فيهم ونخدموا في رول انفيرمي في اعتصام مفتوح وما احناش مروحين بيتين لهنا لين يشوفوا لنا حل يا يصفونا وضعيتنا ويا ينتدبونا واحده من الاثنين. نخدموا كيفنا كيف البيرسونيل العاديين نخلصوا على الاليه 16 توصل لنا 100 كل شهر ناخذوا 100 مش كل شهر معناها كل شهرين تجينا مره شهريه ونخدموا عادي ما نتمتعوش لا بعطل نتمتعوا بتغطيه صحيه ما عندناش كارني بيرسونيل نعدوا بالفلوس ناخذوا دواء بالفلوس معناها لا احنا ولا صغارنا ولا حتى شيء ما نتمتعوا بحتى حاجه. طبعا عندي 10 شهور ما خلصتش نخلص في 160 دينار على في على الفاتوره بالفاتوره نخلص ونحب تصويت وضعيه. الاعتصام المفتوح تبنته نقابه اعوان الصحه بجهه صفاقس الذي اكد كاتبه العام ان الاعوان المعتصمين يتقاضون اجورا لا تفي بابسط الاحتياجات الضروريه علاوه على حرمانهم من المكاسب الاجتماعيه والحق في الادماج المنصوص عليه بنص الاتفاق المبرم بين وزاره الاشراف والطرف النقابي على حد تعبيره. بخلاف ما تم الاتفاق عليه في محضر جلسه بمقر الاداره العامه المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبه وكذلك في نفس الشيء في الايدي شاكر الوضعيات اللي يخدموا بالاليات هذوما وقاع تسويه وضعيتهم يندرى هذوما تابعين وزاره الصحه ولا وين؟ هذا يخدموا في مؤسسات صحيه، شنو الفرق؟ وقد حاولنا الاتصال بالمدير الجهوي للصحه غير انه لم يكن موجودا بمكتبه، وفي نفس السياق اكدت الاداره الجهويه للصحه في بيان لها ان المطالب التي يرفعها اعوان الصحه غير قانونيه باعتبار ان عمليه الانتداب والادماج النهائي تخضع للقوانين الجاري بها العمل.